والله ان جاء اقسم بالله يا سالم اني اضربه. خلاص رجل لا يحترمنا ولا يحترم نفسه لا يجينا بس. حقك. ايه حقك. وترك الدوسري حقك. يقول ازعجتوني بالتوصيات. تفضل تفضل توصياتك ابو سلطان. اولا رجل يملون عليه الريجل وش يقول؟ ويملون عليه ردات الفعل احنا ما نحتاجه. ممتاز. والدليل على ذلك انه جاء متأجج. متأجج مشحون. سلطان السعدي طول العمر جاء متأجج، والظاهر انهم ملوه ودرسوه انه يدخل علينا في اللوكيشن على اساس انه يكسب النجوميه. ما هكذا تكسب النجوميه سلطان السعد. اذا بغيت تصير نجم عطنا خبر وحنا راح نصنع منك من راسك. نصنع منك، نحاول نصنع منك نجم، لانك تفتقد هذه المقومات للاسف. ولا استضافنا واجد ولا نحتاجك لا في الكف الشروم وحتى في الريلت. اذا سمعنا كلامك او حتى شفنا ردات فعلك ما راح نصدق انها منك. لا او يتعذر يقول اني عرج وبداح يسندني يعنزني. من متى بداح يعنزلك؟ من متى بداح اصلا؟ احنا نتابع الريالتي. متى جاك بداح يعطاك عصاك اصلا؟ بداح يلقنك، ويوم خلص جاء تركي بن غويزي ولقنك ايضا، وجيتنا مشحون لانك اصلا ما حفظت المواضيع وتداخلت الامور في بعضها، وجيتنا تهجمت علينا، دخلت الاعداد عليك خصم يا سلطان معليش، ودخلت الان تبي تصنع حدث. حنا ما احنا في حاجه صنع احداث، لانكم طينتوها اصلا اليوم. لو كنت بتصنعون من الرياجيل طلعتوا على البث تخششون وتبغون تصنعون حدث. احد في الكوفي شروم يا اباضه؟ انا لحد الان مركز على اهدافي، ابغى جبر. يلا تبي جبر عطنا جبر. مركز على اهدافي، ما في شيء بيشوش علي. طيب عطنا جبر اذا كان في غرفه التواصل. اخوان هذه نقطة مهمة، انا ما ادري كيف تجاوزناها والادارة تجاوزتها. سالفة جبر يا اخوان حقت الغش يا ربع، هذه لازم نوقف عندها، لازم وقفت على ذي متسابق مش